جزاؤه العادل، وبإذن الله إيهاب في قبره ارتاح ونحسبه من الشهداء إن شاء الله. الحمد لله كان الرأي ناجز. حضرتك مش طبعا كلنا بنعزي حضرتك بداية طبعا، والموضوع مش عايز اقول لحضرتك مش اثر بس في الشعب الدقهلية، ده مأثر في مصر كلها، الشعب المصري كله، الوطن العربي كله. انا بقابل ناس كل يوم، بقابل ناس في السعودية بتكلمني في الموضوع ومتأثرين زينا واكثر شوية. شفنا ناس كتير على السوشيال ميديا عاملين له صدقات وذبائح كتيرة جدا، اللي يعرفوه اللي ما يعرفوش. انا ماشي طول الشهر اللي فات في السعودية، نادي كبير الناس السعوديين ما يعرفوش، يقولوا انا اعرفك انت ابو ايهاب. الناس كلها متابعة الموضوع ومتأثرة ومتألمة زينا واكثر شوية. المتهم طلب النهارده في ثاني جلسات مختلفة، يعني للاسف تشديد. طب حضرتك شفت ازاي طلب ان هو طلب من حضرتك؟ شايفه دموع كمسيح وندم بعد فوات الاوان، وكان اولى بيه لو هو عايز كده كان قبل ما يتقبض عليه. كان رحمه وهو تحت ايده وهو بيستغيث بيه. حتى لو بعدها بعد ما نفذ الجريمه خلال 12 يوم كنا كلنا قلوبنا بتتقطع، كان يقدر يتوب في اي وقت. لكن هو بعد ما يتقبض عليه جاي يطلب ده دموع كمسيح، مش محلها ومش وقتها. طلبه مرفوض من حضرتك؟ طبعا. والدته عرفت الحكم؟ والدته لسه حكم صدر دلوقتي، لسه ما اتوصلتش معاها، كلمة حالا. هي بره البلاد حاليا؟ هي حاليا في بلاد السعودية. هتقول ايه لإيهاب بعد صدور الحكم النهارده؟ إيهاب ان شاء الله مش محتاج ولا إيهاب في مكان احسن من اللي احنا فيه، وربنا يتقبله من الشهداء ولا من الله ولا ويربط على قلوبكم يا رب، ويربط على قلوبكم يا رب ان شاء الله. وقع هزت قلوبنا جميعا والله. شايف ان الحكم جاء موجز وسريع؟ عند الله تجتمع الخصوم، يعني حسبنا الله ونعم الوكيل. طبعا القضاء ادى المسؤوليه، وده ابنهم وابننا جميعا، وطبعا لازم يكون في رادع علشان المساله دي ما تتكررش تاني. كنت متوقع ان الحكم هيصدر النهارده؟ انا كنت شبه متاكد، لكن في الاول وفي الاخر المحكمه لها رايها، فالحمد لله اللي انتصرت في الحق ووقفت في جانب الحق الحمد لله. النهارده تقول ايه لإيهاب بعد صدور الحكم واحاله اوراق المتهم لفضيله مفتي الجمهوريه؟ اقول له ارتاح، اقول له ان شاء الله يعني حقه رجع، وقلوبنا ترتاح ان شاء الله بالقصاص العادل وتنفيذه كمان في اقرب وقت ان شاء الله. ابننا في مكان احسن من اللي احنا فيه، نسال الله سبحانه وتعالى ان يجمعنا به في الجنه ان شاء الله. حابب تكمل يا فندم؟ كنت تقريبا متاكد من الحكم او شبه متاكد منه، لكن الامور مش بايدينا طبعا. تنفيذ الحكم على المتهم حابب ان يكون بشكل معين ارضاء اكتر لحضرتك؟ لو بايدي طبعا اطلب ان الحكم يزعل الهوى، لانه ده هيكون فيه رضعه اكتر لأي حد تسوي لنفسه، بما ان الحكم يعني بما ان القضيه مأثره في قلوب الناس كبيرة، فكل الناس هترتاح لو شافت تنفيذ الحكم، ويكون فيه رضعه اكثر لمن تسوي لنفسه مثل هذه الاعمال مره اخرى. ايه الرساله اللي حاسس ان هي رساله لكل جيل؟ سماع نطق الحكم بحاله اوراق لفضيله مفتي الجمهوريه. يعني انا ما لا احبش اردد له اي رسائل غير حسب الله ونعم الوكيل. استاذ اشرف، انت شايف ان هي رساله لكل متهم؟ يعني شايفين سرعه القضاء والانجاز فيه، ان شايف ان هي رساله لكل متهم؟ مش لكل متهم، لكل واحد حتى لو مش مجرم يفكر يعمل جريمه، لان الردع اصلا اتعمل علشان اللي ما عملش الجريمه، المجرم خلاص هو عمل جريمته، لكن احنا عايزين الناس تبقى عندها ردع ما يعملوش جرائم ثاني، عشان ما تبقاش الامور سهله. وحرمه الدماء دي حرمه عظيمه جدا، مش لا تستباح بالمنظر ده. احساسك ايه النهارده بعد الحكم؟ انا طبعا قلبي ارتاح، لانه اللي حصل كان شنيع وبشع جدا على قلوبنا كلنا، كمان الحكم ان شاء الله الحمد لله كان سريع وكان فيه ارضاء لينا وراحه لقلوبنا. هتزور ايهاب النهارده في قبره؟ لا لسه حالا. هتزور ايهاب في قبره النهارده؟ طبعا النهارده. ايه اكتر رساله او اكتر حاجه ممكن تقولها له وقت ما تقف قدامه كده قدام قبره؟ ايه هتفضفض له تقول له ايه؟ اقول له حقك، اقول له الحمد لله، الفضفضه دي بيني وبينه ربنا، والحمد لله الحمد لله. طبعا خالص عزمنا حضرتك.